ربما يكون هذا اليوم اول المغادرين لدوري الدرجه الثانيه هو الترجي. كره الان ملعوبه الى ايوب الاخضر. الان ايوب الاخضر مع الكره الان. ايوب لاعب مهاري، لاعب مهاري يحاول عرضيه، يبحث عن فرناندو ملعوبه. يبحث عن ليفانور، وليفانور يسجل الهدف الاول لمصلحه بكريه. بكريه يتقدم الان في الدقيقه العاشره. يعلمون اهميه هذا اللقاء من خلال تاخر القيصومه أما القادسية، وبالتالي الفوز يعني البقاء، وبالتالي ليفانور المهاجم الذي أتى في الانتقالات الشتوية. الله على أيوب الأخضر، لاحظ المهارة بعد ذلك العرضية. الله على الاقتناص من قبل ليفانور المهاجم. برافو 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 مهاجم، هذا المهاجم الرائع والذي يقتنص أنصاف الفرص، وبالتالي يسجل أول هدف في هذه المباراة معللا تقدم أبكرية.